تعد الزراعة بمثابة المرتكز الرئيسي لحياة غالبية سكان مناطق وقرى وادي حجر بحضرموت، حيث أن نحو 80% من سكان تلك المناطق، والبالغ تعدادهم أكثر من 50,000 نسمة، يعملون فيها. ساعد في ذلك التربة الخصبة ومصادر المياه الهائلة التي يختزنها الوادي. فحجر الذي تتميز بامتلاكها لأكثر من 3 مليون نخلة، تعتبر المصدر الأول للتمور في البلاد، حيث ينتج الوادي في موسم الحصاد، أو ما يعرف محليا بالقطيع، نحو 20,000 كيلو من التمور الطازجة يوميا، بالإضافة إلى كميات أخرى من الفواكه والخضروات. غالبية سكان مركز صدارة يعتمدوا على معيشتهم على الزراعة، فيوجد لدى مركز الصدارة 7 قنوات زراعية على مستوى المركز. ورغم كل ذلك، فالمزارعين لا يزالون يواجهون الكثير من التحديات. فرغم توفر المياه والتربة الجيدة، إلا أن نحو 30% فقط من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة يتم الاستفادة منها، وذلك لعوامل عدة، منها غياب الإمكانيات وانقطاع الدعم الذي كانوا يحصلون عليه من قبل الدولة أبان فترة ما قبل الوحدة، ناهيك عن غياب أي دور يذكر لبنك التسليف الزراعي في دعم المزارعين الذين يواجهون صعوبة في التسويق لمنتجاتهم، ما يدفعهم لبيعها بأبخس الأثمان. نتمنى من الدولة أن تدعمنا في وجود الأسمدة والمضخات والمكاين للحراثة. فيما آخر مشروع زراعي شهده الوادي كان عام 98، حينما قام الروس ببناء عدد من قنوات الري الزراعية، وهي ذاتها التي يجد المزارعين أنفسهم مضطرين بعد كل موسم أمطار على القيام بعمليات حفر بأدوات بدائية تستمر لأسابيع عديدة لافتتاحها بعد أن تطمرها الأتربة التي تصطحبها السيول. كما ترون خلفي تتجلى إحدى معاناة المزارعين في وادي مديرية حجر، حيث يتكرر مشهد الحفر هذا مع كل موسم أمطار وسيول، والتي تتسبب في ردم وسد قنوات الري الزراعية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية حجر.